أنا خلوني أرحب بضيفي على الهاتف الأستاذ مجدي حمدان، وهو أحد أعضاء الحركة المدنية. خلوني أعرف منه بعض التفاصيل. أستاذ مجدي، أهلا بك معنا في إيه الحكاية؟ أهلا بك يا أستاذ ضعاء وبجمهور الشاشة العزيز. أهلا بك يا أستاذ مجدي. إيه الحكاية يا أستاذ مجدي؟ احكي لنا بقى التفاصيل الغير معلنة. التفاصيل الغير معلنة. طيب خليني بس اوضح لجمهورك الكريم نقطه معينه بخصوص الحركه المدنيه. الحركه المدنيه احنا اسسناها في ديسمبر 2017، وكان الاب الداعي والمؤسس ليها هو الدكتور ممدوح حمزه. ايوه. والحركه لما تاسست في ديسمبر 2017 كان المفترض انها تضم 300 شخصيه سياسيه مصريه لهم كل التوجهات مع بعض الاحزاب، ثم انضم اليها الاخرين. من 2017 وحتى عامين مضوا تم اقصاء الكثير جدا في الحركه، حتى انا وانا احد المؤسسين تم اقصاء لفتره معينه من حضور اجتماعات الحركه. وثم يعني استمرت في الحضور قبل اقامه الحوار الوطني. عايز اقول لحضرتك ان ما فيش خلاف بشكل كبير بقدر ما هو في اقصاء، وفي البعض يستحوذ على القرار بشكل متفاوت. واحنا حتى لما جينا في الحوار الوطني والبعض تحفظ على الحوار الوطني والبعض قال ان هو مكمل من المكملات السياسيه ولن يؤدي الى نتيجه معينه، وتم التاثير على قرارات البعض، ثم وضعنا بعض الشروط وعباره عن 12 شرط لحضور الحوار الوطني، وتم اهمال كل هذه الشروط، ويمكن تم تنفيذ شرط او شرطين، ومع ذلك تم الاصرار ان نحضر جميعا كممثلين الحركه المدنيه للحوار الوطني، وحضرنا بالفعل جلسات الحوار الوطني في مرحلته الاولى. الفتره الاخيره كان هناك انتخابات رئاسيه. ايوه. في فتره الانتخابات الرئاسيه لم يكن هناك دعم كامل لمرشح بعينه للحركه المدنيه، وان كان في انت تعرف حضرتك ان كان في ثلاثه مرشحين من قلب الحركه المدنيه، الاستاذه جميله اسماعيل والاستاذ فريد زهران والاستاذ احمد طنطاوي. والثلاثة كانوا بيتنافسوا في الحصول على دعم الحركة المدنية، وهذا لم يتم. الحركة المدنية في النهاية أعطت كل حزب الحرية في أنه يدعم ما يريده. بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية كان هناك خروج لبعض الأحزاب من الحركة المدنية، وهناك تفاوض التام من بعض الشخصيات في الحركة دون البعض، حتى أنه الإقصاء تم بشكل كبير جدا لعدد كبير من الشخصيات التي كانت تنضوي تحت لواء الحركة المدنية، ومنهم انا شخصيا لم احضر يمكن اربع او خمس اجتماعات اخيره. لكن البيان الاخير هو بيان معبر كما شرحت حضرتك من لحظات عن فكر اثنان فقط او ثلاثه فقط من اعضاء الحركه المدنيه، ولا يعبر عن كثيرين، حتى ان بعض الاحزاب ويمكن منهم حزب الاصلاح والتنميه اللي ينتمي له الاستاذ محمد انور السادات رفض تماما البيان، كما اني رفضته ايضا وانا اعلنت على صفحتي ان انا رفضت هذا البيان. رفضته ليه يا استاذ مجدي؟ لان البيان رفضته عشان كان مهمين جدا في البيان. اشرحهم لحضرتك. الجزئيه الاولى هي ان الدعوه ان يتم فتح المجال للتظاهر بدون وجود تامينات كافيه لمن يتظاهر. يعني هو القوا الدعوه بشكل حنجوري وشكل ثوري بدون وضع الفكر السياسي. يعني انا شايف ان في حفاقه سياسيه في هذا البيان تمت من بعض الاشخاص لم يدركوا مآلات هذا الامر. عندما تمت الدعوه سابقا وتم القبض على بعض الشباب، حتى الان بعضهم ما زال يعني موجود بالسجون قائد التحقيق ولم يتم الافراج عنه. ويمكن يعني الاستاذ محمد انور السادات اشتد غضبا لان هو انت عارف عليك ان هو عضو في المنظمه المصريه لحقوق الانسان. صحيح. وهو يقال يعني يتم اكاله كل الملفات للمعتقلين او المقبوض عليه نتيجه الانتظار اليه شخصيا، وهو يبذل اقصى الجهد، ومع ذلك هناك اعداد كبيره جدا في التظاهرات الاخيره التي تمت الدعوه اليها لم يتم الافراج عنهم. هذه جزئيه مهمه جدا ان تتم الدعوه او يتم الدعوه للتظاهر بدون ضمانات بدون وقفه الدوله، وهذا امر يتنافى مع قانون التظاهر ومع الحركه السياسيه او الحركه المدنيه الديمقراطيه. المفترض انها تكون حركه سياسيه في المقام الاول، ويكون لها رؤيه سياسيه تفوق يعني النظر الى الاقدام التي يسيرون عليها. الامر الاخر في البيان هو جمله شديده الحماقه وشديده الغباء وشديده التطرف، وهو ان يقال ان الدوله المصريه غير قادره على الحفاظ على امنها القومي. هذه الجمله ذكرت بهذا النص في البيان
وما تدل على ان هناك بعض يعني بعض الافكار السيئه. ومن قام بصياغه هذا البيان هو لا يدرك قوه الدوله المصريه، حتى وان كنا معارضين فاننا نؤمن ان الدوله المصريه دوله قويه يمكنها الحفاظ على الامن القومي، وخاصه نحن نمر في ظروف اضطراب سياسي رهيبه جدا، ولدينا حراك على كل الجبهات، وهذا ما يبعث على التضليل للمواطن المصري بان مصر غير قادره. هذه رساله سلبيه للمواطن المصري في المقام الاول، ورساله ايضا خائبه وضعيفه للجهات الخارجيه بان مصر غير قادره على حمايه الامن القومي. لذلك هذا البيان انا اعتبره بيان يعني مستغرب ومستهجن ويسيء للقوى السياسيه المصريه سواء معارضه او موالاه، وايضا كان يجب ان يتم الحصول على الموافقه منا جميعا كمؤسسين للحركه المدنيه قبل ان يصدر، ولا يصدر بشكل حنجوري وشكل ثوري وشكل يعني ما اخرجه يعني يلقى في نفسه الدعامه بعيدا عن الاخرين. استاذ مجدي، انا عارفه ان حضرتك احد اعضاء حزب المحافظين، الراي الخاص برفضك لهذا البيان هو رايك الشخصي ولا راي الحزب ايضا؟ انا لم اكن متواجد اثناء مناقشه هذا البيان، لكن لدينا في الحزب رؤيه سياسيه ثابته ان البيانات تمر الاول اولا على الحزب بدايه من مجلسه الرئاسي ومجلس سياساته ومجلسه التنفيذي وهيئته العليا، وخاصة مكتب الهيئة العليا قبل أن يتم إصداره، ولا يتم الموافقة عليها تلقائيا من أي من يتواجد من الحزب في اجتماعات الحركة المدنية. وبالتالي أنا لا أكون متواجد، لكني أؤمن تماما بهذه الآلية التي نشيد عليها. وعندما لم يصل البيان ولم يصل لأحد من مجلس السياسات البيان، فإن هذا البيان لم يمر علينا كحزب المحافظين، لذا أعتقد أنه تم أخذه بشكل شخصي ممن صاغه ومن وضعه على صفحة الحركة. طب أستاذ مجدي، يعني الخلافات واضح أن هي كبيرة وشديدة بينكم في داخل الحركة المدنية، هل شايف حضرتك أن ده ممكن يكون مفيد؟ وهل مثلا في حال وجود وساطة لحلحلة الأزمة وفك الأزمة اللي ممكن يكون أكبر أزمات الحركة المدنية، أن في مثلا أسماء بعينها أو طيار بعينه هو اللي مسيطر على القرارات وعلى فرضها وعلى إعلانها؟ متهيألي الضرر أكبر لو الخلافات دي زادت، تتفق معايا ولا تختلف؟ خليني أسمع رأيك الحقيقة. لا، متفق مع حضرتك تماما بأن هناك سيطرة تامة من بعض الأشخاص وعلى الحركة المدنية، عشان كده يمكن أنا حصل يعني حوار وده بديعه لأول مرة بيني وبين الأستاذ محمد أنور السادات على أننا نبدأ في عمل هيكلة للحركة المدنية واستبعاد والإتيان بشخصيات لديها رؤية سياسية كبير بعيدا عن الاشخاص الموجودين بداخل الحركه المدنيه. طب ليه ما فكرتوش يعني ان انتوا تفتحوا عمليه تقييم واعاده جدوله واعاده يعني التقييم واعاده انتقاء، ويعني بحيث ان نبقى ثوب معارضه فعلا يعبر عن الشارع المصري وايضا لا يكون اداه طعن في ظهر الدوله المصريه. طب خليني اقول بلاش انتقاء، يعني انا يعني حضرتك طبعا يعني تقدر تقولها، انا مش هقول انتقاء، كلهم ناس افاضل وناس محترمه، ليه ما بتفكروش ان انتوا توسعوا شويه من فكره الحركه وينضم لها احزاب اخرى واحزاب حقيقيه؟ انا عارفه طبعا ان مصر بتعاني من عدد كبير من الاحزاب الكرتونيه او الاحزاب المواليه، لكن في اسماء نظيفه واسماء ممكن تكون اضافه، ما فكرتوش ان انتوا توسعوا دايره الاحزاب اللي تنضم للحركه؟ بالطبع ده كان امر وارد جدا في اول اجتماعات الحركه، ويمكن انا اشرت لحضرتك الاول ان في تم ما يشبه يعني الاقصاء للكثيرين وافكار كثيره جدا. لما اقول لحضرتك ان كان الاستاذ الدكتور حازم حسني رحمه الله عليه كان من المؤسسين للحركه المدنيه، لما اقول لحضرتك المستشار هشام جنينه من المؤسسين للحركه المدنيه، دكتور عمار علي حسن، دكتور حسن نفع، اسماء كثيره جدا اعلمها جيدا لان انا كنت من المؤسسين للحركه وكنت من حاضرين الاجتماعات الاولى، فاعلم جيدا الاسماء التي كانت حاضره هذه الاجتماعات. كل تلك الاسماء تم اقصائها، يعني حتى المهندس يحيى حسين عبد الهادي من اباء المؤسسين للحركه المدنيه. فكل تلك الاسماء تم اقصائها، واحنا حاولنا خلال الفتره الماضيه قبل انتخابات الرئاسه ان يكون هناك في تطوير، لكن المجموعه يعني المسيطره على الحركه المدنيه لا تريد ان يكون هناك جديد او فتح لضم احزاب جديده.
وانا برضو يعني عايز برضو اشير لكلمه حضرتك من شويه ان احزاب كرتونيه بالفعل، يعني احنا لما يكون في حزب حقيقي فعلا ومؤثر ولديهم القدره ان هو يكون فاعل في الحركه السياسيه المصريه فاحنا بنرحب بيه في الحركه المدنيه، ما بنقفلش الباب عليه. لكن في البعض هو مجرد هي افتتاح موجوده في على غرف وتسمى احزاب، وبالتالي ده لا يفيد وايضا ليس له وجود. الشارع المصري الان اصبح لا يرى السياسه ولا يرى السياسيين، نحن نكافح لكي نثبت المواطن المصري ان هناك معارضه اصلاحيه تريد اصلاح هذا الوطن. يعني هناك كفاح شديد مننا كاشخاص مش كاحزاب، يعني كاحزاب اعتقد ان احزاب الاغلبيه او الموالاه هي مسيطره بالادوات اللي بتقدمها للمواطن، هي مسيطره على الشارع المصري. لكن احزاب المعارضه قدراتها الماديه مش قويه، وفي نفس الوقت ما عندهاش العتاد الكامل انها تخوض صراع على مستوى الشعبي وانها تثبت مواطن مصر انها معارضه. والكفاح بيكون من الاشخاص، يعني كل منا مؤثر في دائرته المحدوده سواء على المستوى الاهلي او المستوى الشعبي او المستوى السكني. لكن في النهايه المواطن المصري يدرك تماما المعارض الحقيقي من المعارض المزين. طبعا أنا برضو في نقطة فعلا مش قادرة استوعبها يا أستاذ مجدي، لو حضرتك توضحها لي. يعني خرج بيان وخرج دعوة بالتظاهر وخرج دعوة رسالة موجهة للحكومة المصرية بالسماح بالتظاهر، خرجت من الحركة المدنية المصرية دون الاتفاق عليها أو دون التصويت عليها. لم تخرج من كل الحركة المدنية المصرية، لم تخرج من كل المنتمين للحركة المدنية المصرية. أنا بس بصحح جملة لحضرتك إن هذا البيان وهذه الدعوة خرجت من من صغى هذا البيان ووضعه على صفحة الحركة المدنية. الحركة ده طبعاً بيتردد بصورة لكن في النهاية بالإجمال هناك اعتراض من أعداد كبيرة جداً ومن بعض الأحزاب على هذا البيان. وصلت الفكرة تماماً يا أستاذ مجدي. الأستاذ مجدي حمدان عضو الحركة المدنية المصرية، أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً على مداخلتك معانا.